نحن أسرة كبيرة تتكون من إخوة وأبناء عمومة كثيرين، تتكون من حوالي 300 فرد صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى، وهم جميعا عند جد واحد، وقال ولقد تم حوار فيما بينهم وأقروا ما يلي: أولا تخصيص مبلغ شهري على كل فرد يتم تجميعه لمساعدة من يحتاج من المشتركين فيه إذا حصل له مرض أو حادثة لا سمح الله أو أي عوارض أخرى يحتاج إلى مساعدة. ثانيا تحديد مهر للنساء كحد أقصى لأبناء الأسرة، أي أي واحد يريد الزواج من الأسرة من بنات أعمامه لا يزيد على الحد الأقصى وهو 60,000 درهم. أرجو أن توجهونا هل ما فعلناه صحيح، علما بأن بعض الأفراد في هذه الجمعية لا يصلي. توجهونا جزاكم الله خيرا. أولا الذي لا يصلي لا يجوز أن يدخل في جمعيتكم لأنه على غير دينكم، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، يجب أن تقاطعوا هذا الشخص حتى يقيم الصلاة ولا يدخل معكم في جمعية ولا في اتفاقية ولا في زواج ولا في غيره حتى يقيم الصلاة. أما قضية الجمعية التي ذكرتم لأنه يدفع كل شخص مبلغا من المال، وإذا احتاج أحد من المشتركين يعطى من هذا المال، هذا لا بأس به إذا كان هذا الأمر اختياريا من غير إلزام، إذا كان الأمر اختياريا من غير إلزام لأحد فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ما دام أن هذه الحاجة التي يدفع إليه من أجلها ليست محرمة، يعني من الحوائج المباحة فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون وأيضا ليس فيه إلزام. وأما تحديد المهور إذا لم يكن فيه ظلم للنساء، يعني كان هذا المبلغ معتدلا ليس فيه إجحاف في حق الرجل وليس فيه ظلم للمرأة في نقصها عن مهر مثلها، واصطلحتم على ذلك فلا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.